على مدار 3 أيام وبحضور أكثر من 500 شخصية رياضية عالمية تمثل 141 دولة، وتزامنا مع احتفاء الاتحاد الدولي للهوكي مرور 100 عام على تأسيسه، احتضنت سلطنة عمان اجتماعات كونغرس الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، والتي شهدت انتخاب الطيب إكرام رئيساً للاتحاد لفترتين حتى عام 2032، وانتخاب 9 أعضاء للمكتب التنفيذي للاتحاد. أنا ممتن للغاية للدعم الكبير الذي حظيت به من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي. هذا الانتخاب يعني لي الكثير، إنه شرف كبير بالنسبة لي في تولي هذه المسؤولية. الاتحاد حقق العديد من الإنجازات في المرحلة المنصرمة، ولا يزال أمامنا المزيد لتحقيقه في المستقبل القريب. أؤكد بأن الاتحاد الدولي للهوكي سيواصل دعمه للنمو والتطور في جميع الاتحادات الرياضية. وناقشت الاجتماعات عدة محاور رئيسية تهدف إلى رفع مستوى رياضة الهوكي وتعزيز قدرات الروسية على الساحة الدولية، كما شملت هذه المحاور تطوير برامج تدريبية متقدمة تسهم في رفع كفاءة المدربين واللاعبين وزيادة فرص المشاركة للشباب في رياضة الهوكي، وتوفير دعم إضافي للاتحادات الوطنية لتحقيق بيئة رياضية صحية وآمنة. الحمد لله اليوم ختمنا آخر برامج كونغرس الاتحاد الدولي، وطبعا ما طلعنا به من أهم النقاط هو تحديث بعض اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي للهوكي، وطبعا من أهم النقاط الأخرى اللي هي الاهتمام في اللاعب. تم تأسيس منصة خاصة للاعبين ممكن يحصل عليها على كل المعلومات اللي يحتاجها من أدوات للتدريب الخاص، وطبعا للاهتمام بالأمور النفسية وطبعا الصحية. ويعد الكونغرس الدولي للهوكي واحدا من أهم الفعاليات العالمية التي تجمع قادة رياضة الهوكي وممثل الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء العالم، كما أن استضافة سلطنة عمان لهذا الحدث الكبير خطوة مهمة تسهم في تعزيز رياضة الهوكي في المنطقة وتوسيع قاعدة ممارسيها. ويأتي منح سلطنة عمان استضافة اجتماعات الكونغرس نظرا للمكانة الرياضية المتميزة التي حصدتها على الصعيدين القاري والدولي في لعبة الهوكي. أحمد بن حسين الأجمي، محافظة مسقط.